هذا الفيديو عليه اكثر من 2 مليون لايك، هل يستحق ولا لا؟ خلونا نشوف ايش راح يعمل. حط المخلل بوعاء، انا متوقع راح يعمل شيء كبير. يا سلام، ايش تتوقعوا راح يصير يا جماعه؟ هذا الفيديو عليه اكثر من 2 مليون لايك، هل يستحق ولا لا؟ خلونا نشوف ايش راح يعمل. أنا متوقع يعمل إشي كثير مبهر. يا سلام، إيش تتوقعوا راح يصير يا جماعة؟ هذا الفيديو عليه أكثر من 2 مليون لايك.